سلم عليه آمين لك الحمد يا رب يا الله يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا التولي والإنعام ولا رسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد الليالي والأيام آمين اللهم وسس مثل ثواب ما قرأناه وبركة ما صليناه وسورة ياسين وسورة الفاتحة وسورة الإخلاص وسورة مأبد الدين هذه هدية واصلة ورحمة النازلة بركة شاملة وتحفة كاملة آمين مقبولة مرضية منا إلى حلاتي سي أسلتونين ورسول سقرين صاحبي قاب قوسين جد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما آمين سيدنا وسندنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين آمين ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم الطيبين الطاهرين ثم إلى روحي قطب الرباني والغوث السمداني والكندي بالنوراني سيدنا وسندنا مولانا حضرت الشيخ محي الدين عبد القادر جاني قدس الله وسلم العزيز امين الى عهد شيخنا وسندنا وغوثنا قطب الفريد وغوث الوحيد الماليه السيد ياسين مولانا القادري الحسني الحسين الهاشمي بن ابن سيد ماريا مولانا القادري الحسني الحسين الهاشمي الله قلوبنا من نوع ما يجب الخاصه امين وخصوصا لا حضرت شيخنا وسندنا وغوثنا قطب الزمان وشمس الوزماليه السيد خليل عون الحكيم بين الشيخ الأكبري أبو الله قلوبنا بأنواع المعرفة خاصة آمين خصوصا إلى روح من نبيناها من نبيناها المسمات برحمة المال نور الله قدرها وسمى القدرة خاصة آمين إلى روح من نبيناهم خاصة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان اجعل قبورهم محفرة من حفر النيران ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأولدنا حوله المورود آمين وحشرنا تحت ظل لواي به المعقود آمين إنك كريم الجبار رب العباد وليشهد ولا تخلف الميعاد آمين اللهم احينا بحياة العلماء وامتنا بموت الشهداء وحشرنا غدا في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء آمين اللهم ارزقنا خير الدارين مع القرب والإخلاص والصحة والسلامة والأمن والعافية آمين والراحة والاستقامة في الدين والدنيا والآخرة آمين إنك على كل شيء قدير آمين صلى الله عليه وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله அதே மாதிரி மௌலி மௌலி சரி இல்லையே அரபி.